السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو سيكون عن العرض الخاص بمنصة باينانس بخصوص عيد الهالوين. قبل أن نبدأ أصدقائي، إذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة أدعوك للاشتراك وتفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد. للدخول إلى العرض تضغط هنا على زر الإشعارات، ثم تبحث عن العرض الخاص بالهالوين تضغط عليه. بالنسبة لهذا الحدث أصدقاء، سيتم فيه توزيع 1 قطعة من عملة الإيثيريوم و10 قطع من عملة البي إم بي و110,000 USD. تضغط هنا على المزيد، بعدها سيتم توجيهك إلى صفحة العرض. أول شيء تقوم به تضغط هنا على Join Now أو الانضمام الآن. بعدها هنا ستجد الترتيب الخاص بك وهنا المهام اليومية، لكن هنا سيكون الترتيب الخاص بك أكثر من 999. يجب عليك تنفيذ المهام اليومية حتى يصبح رقمك من ضمن هذه الأرقام. بالنسبة للمهام، هنا لديك مهمة الدخول اليومي، كل 12 ساعة تحصل على 25 نقطة. المهمة الثانية خاصة بالتداول، تقوم بتداول $100 في السبوت فتحصل على 250 نقطة. هذا العرض قابل للتجديد كل 12 ساعة، يعني يمكنك التداول $100 كل 12 ساعة والحصول على 250 نقطة. المهمة الثالثة هي مهمة الإيداع، أيضا تقوم بإيداع $100 فتحصل على 250 نقطة. هذا العرض أيضا يتم تجديده كل 12 ساعة. المهمة الرابعة خاصة بالإحالات، إذا قمت بدعوة شخص تحصل على 150 نقطة، لكن يجب عليه إكمال التوثيق أو التحقق من الهوية. والمهمة الأخيرة هي مشاركة هذا العرض فتحصل على 25 نقطة. كل ما عليك هو أن تضغط هنا على شير وتشاركه في المجموعات. بالنسبة للأشخاص التي ستكون في بين المستوى 12 والمستوى 100، سيتم توزيع عليهم 10,000 USD. والأشخاص التي تكون بين المستوى 2 والمستوى 11 سيتم توزيع عليهم 10 قطع من عملة البي ام بي، وأفضل شخص ينفذ المهام سيحصل على قطعة واحدة من عملة الإيثيريوم. والأشخاص التي تجمع 500 نقطة سيتم توزيع عليهم $100,000. أيضا هنا لديك باقي المهام مثل التداول وستيكينج إلى غير ذلك. أيضا للأشخاص التي ستتابع حسابهم على باينانس سكوير، ستكون لهم الفرصة لربح 700 USD. تضغط هنا على Follow More ثم تقوم بمتابعة هذا الحساب. كان هذا كل شيء أصدقاء، إذا كان لديكم أي استفسار حول العرض اكتبوه لي في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.